تونس. موجز الأخبار على الحياة فام. أهلا بكم في هذا العرض الإخباري الموجز. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، شارك وزير الصحة لمرابط في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة اتصال حركة عدم الانحياز المنعقد أمس الخميس بباكو عاصمة أذربيجان. ويتمحور هذا الاجتماع حول توحيد الجهود الدولية للتعافي ما بعد جائحة الكوفيد 19 بمشاركة رؤساء وممثلي حكومات 76 دولة. وأكد وزير الصحة بهذه المناسبة أهمية هذا الاجتماع رفيع المستوى لمناقشة قضايا الانتعاش العالمي بعد الوباء والتباحث حول الآليات والتوصيات الكفيلة بمعالجة وتجاوز تداعيات جائحة كوفيد 19 على المستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف دول العالم. وقد دعا وزير الصحة لمرابط لإرساء تعاون دولي لمزيد الارتقاء بالعمل المشترك قصد تحسين إتاحة الأدوية وضمان منالية اللقاحات وكسب كل التحديات التي تواجه المجموعة الدولية من أجل بلوغ أهداف التنمية المستدامة بحلول سنة 2030. أطلقت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط حملة شعبية تحسيسية بعنوان لا لحجب المعدلات لا لقتل الفرحة بالكرني، وتهدف هذه الحملة لمواصلة الضغط على النقابات التعليمية من أجل التخلي عن قرار حجب الأعداد عن الإدارات ليتمكن التلاميذ والأولياء من الحصول على معدلاتهم. واعتبرت المنظمة أن الاكتفاء بإعادة الامتحانات للتلاميذ قرار لا قيمة له، عكس ما تسوق له النقابات، إذ أن الإدارات وحدها المخولة باحتساب المعدلات ووحدها من تملك آلية التقييم الصحيح بالنجاح أو الرسوب أو التكريم وفق البلاغة. في أخبارنا الدولية، ضرب زلزال بقوة 5 درجات على سلم ريشتر فجر اليوم الجمعة ولاية كهرمان مرعش جنوبي تركيا. وفي 6 فبراير المنقضي، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا زلزالان بقوة 7.7 و 7.6 درجات وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وخلف دمارا ماديا ضخما. ختاما، يلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة بالبيت الأبيض المستشار الألماني أولاف شولتز في لقاء يتيح إعلان وحدة البلدين في مواجهة روسيا والصين. وتأتي زيارة بعد فترة من التشنج بين واشنطن وبرلين حول المفاوضات الصعبة لتسليم دبابات إلى أوكرانيا. كان هذا موجز لأهم الأخبار من إذاعة الحياة فام. لكم أجمل تحية، تام حمدي، في أمان الله.